عسلامة ومرحبا بكم في حلقة أخرى. توا بما أنه فما رونتري وبرش عبيد قاعدة تلوج على اللابتوب وعلى أحسن لفريات اللي تنجم تعملهم في البريود هذايا، احنا اخترنا أنه الحلقة هذايا باش نعطيو لكم اللابتوب ونعملوا عليه ريفيو مزيان ياسر اللي تلقاو فيه برومو طيارة باش تربحوا سوم به وكونفيغ ما فماش كيفها في السوق الكل. اما قبل ما نتعرفوا على اللابتوب متاعنا ايجا نشوفوا اخر النيوز في عالم الجيمينج متاع الجمعة هذي. نبدأ الجيمينج نيوز متاعنا باخبار GTA 5 وين هبطت التريلر متاع الفيرسيون الجديدة متاع GTA 5 باسم GTA 5 Enhanced، وهي الفيرسيون اللي باش تكون كومباتيبل مع PS5 ومع الاكس بوكس سيريز اكس و اس زوز. اما على خلاف العادة التريلر يلقى هجوم كبير من عند الفانز متاع الجو، ونلقاو الفيديو على يوتيوب عليها اكثر من 80% ديزلايكس، وذا يراجع لانه الكوميونيتي قاعدة تشوف في انه روكستار ما عملت حتى شيء والجو ما تطورتش، هي نفسها جوست حسنوا شوية في الجرافيك، ولهنا العبيد قاعدة تحس في انه روكستار قاعدة تحلب في جو اللي هو هبط مع PS3 وما زال تخدم به حتى لتوا. لهنا نتصور انه روكستار وقايد تدا تخمم في GTA 6 ولا في الجو جديدة متاحة وتسيب بجتيا 5 خاطر العبيد سيب. نتعديو الاخبار الاخر ولهنا نشوفوا التريلرز متاع الجو اللي باش يكونوا اكسكلوزيف للبلاي ستيشن 5 قاعدين يغزيو في لي ريزو سوسيو متاع الجيمرز، ولهنا قاعدين نشوفوا في دي تيتر مزيانين على الاخر وطيارة اللي باش يكونوا اكسكلوزيف للPS5، وذا يخلي العبيد اللي كانت ناوية تاخو اكس بوكس سيريز اكس تخمم مرتين. نلقاو دي تيتر طيارة على الاخر كيما الجود اوف وور راجناروك، ستار وورز نايتس اوف ذا اولد ريبوبليك، وسبايدر مان 2 وغيرهم من لي جو اللي خليو في الناس تستنى في دقيقة والدرج في اللانسمون متاعهم، والعبيد من توا هبلة على PS5 وتحب تاخو الكونسول متاعها قبل ما يفوتهم الفوت. وانتوما قولولنا في الكومنتارات انا هو الجو اللي قاعدين تستناو فيه واللي تحبوا تلقاوه ديسبونيبل في سكوب، وان شاء الله احنا باش نوفروه. ومن هنا نتعديو توا للكونفيغ اوف ذا ويك متاعنا. الكونفيغ اوف ذا ويك متاعنا الجمعة هذيا كونفيغ بعنوان اخر صيحة، على خاطر اخترنا لكم دي كومبوزان من اخر لي جينيراسيون واخر لي تكنولوجي اللي موجودين اليوم في المارشي. ونبداو الكونفيغ متاعنا بالبروسيسور كالعادة، واللي هو باش يكون المرة هذيا لي 11700K. ال 11700K هو من اخر لي بروسيسور اللي خرجتهم انتل، ونلقاو البروسيسور اوفر كلوك دونك تنجم تخدمو في دي بيرفورمانس اقوى من متاعو برشا. نتعديو من بعد للكارت مير اللي هي زد 590 جيمينج، واللي هي عندها اخر تشيبسيت موجودة على السوق كيف كيف. من غاديكا نتعديو للكارت جرافيك متاعنا اللي هي ال RTX 3070 اللي جينا من عند MSI جيمينج زد تريبل فان، دونك الغفرديسمان متاعها طيارة ويخليك تخدم ولا تلعب برشا سوايع من غير حتى مشكلة. هذا الكل باش نلموه في بواتي مزيان ياسر اللي هو الانتيك تورك الفيرجن متاع الوايت اند بلاك متاع انتيك. البواتي هذا نلقاوه بحجم كبير ياسر، دونك تنجم تحط فيه اللي يخطر على بالك الكل، الديزاين متاعو فليكسيبل تنجم تعمل فيه اللي تتخيلو الكل، وهذا الكل يجينا بيان سور باير فلو كبير ياسر على خاطر البواتي محلول، دونك ما عندكش مشكله متاع سخانه الجمله. كيقعدوا لنا توا حاجتين اللي هما استوكاج، ولهنا استوكاج متاعنا باش يجينا من عند باتريوت، وخذينا لكم ديسك 1 تيرا بيت اس اس دي ام في ام 1.2 واللي الريد متاعو يوصل ل 3450 ميجا بايت بير سكند. هنا يقعدوا لنا الرامات يوب، ولهنا باش كيف كيف من عند باتريوت تجينا دو رام فايبر 3600 ميجا هرتز مزيانين على الاخر، ولهنا زوز قطايع يجيو بالهيت سينك نتاعهم، دونك ما عندكش مشكله نتاع سخان. والاليمونتاسيون نتاعنا نتاع الكونفيغ اوف ذا ويك هي لانتيك 750 وات جولد برو اليمونتاسيون، كيف هي انها تخدم لك الكونفيغ نتاعك الكل من غير حتى مشكل. الكونفيغ هذايا تجينا بسوم 8 ملايين و300، اما بيان سور انت يقعد عندك الفليكسيبيليتي باش تزيد وتنقص حسب البيدجي نتاعك، وهذا الكل وتنجم تعمله على الكونفيغوراتور على السيت نتاعنا scoopgaming.com.tn.
من هنا نكون كملنا الكونفيغ اوف ذا ويك نتاعنا. ثم كالعاده خلونا في الكومنتات كان تحبوا تشوفوا اي بروس ولا كارتا ولا اي كومبوزون معين في الجمعه الجايه، اكتبوا لنا في الكومز على يوتيوب ولا على فيسبوك. الله يزينا مستنينا، وبرا نتعديو توا مع حاتم اللي باش يحكي لنا على اللابتوب نتاع الحلقه نتاع الجمعه هذيا. دونك هلو، مرحبا. ملي خرجت السيري 30 الاخرانيه نتاع انفيديا ار تي اكس في الفيرسيون موبيل، ام اس اي عطاتنا الموديل هذايا اليوبار جي بي 76. هذه الجام فيها ار تي اكس 3070، اما لكن كان لاحظتوش فما فازا، ما عادش فما كل الاحمر يشعل الام اس اي دراغون لهنا بالابيض الاحمر. هذه جاتنا اون فيرسيون سو كلاسي بلاك ميتال مات، هذا الموديل وتحس فيه اغريسيف ديزاين. جام هذه ليه خفيفه لا هرزينه بالضبط 2.9 كيلوغرام البوان تاعها، وفما فازة تحس لي شاغنيير هذوما من هنا كاسحين على الاخر شادين شد اللطف معناها ليكرون، دونك تحس روحك بيان سيكوريزي والماكينه مليانه مليح. دونك في الموديل هذايا فيه فول سايز بور ار جي 45 بالنسبه لي جيمر، معناها عقده وتنحات تحط كابل الانترنت وانت مطمئن، خاطر فما موديلات اخرين البور ولا صغير وكم كوا يكبر كي تركب، هذايا مشكله ونسيناها. وفي نفس الوقت فيه يو اس بي تايب سي 3.2 سوبر سبيد، وزيد عنا ثاندر بولت 4 كيف كيف، عنا من تالي وعلى جناب تو اكزاس اللي هما باش يخرج منهم السخانه اللي باش يديسيباتيهم اللي فونتيلو اللي من داخل. وفيه زاده اون سورتي اتش دي ام اي اللي توصل تعطيك اوتبوت نتاع 4K على 60 هرتز. في نفس الوقت نفس البلاصه هذيك موجود فيها يو اس بي تيب ا اللي فيه سوبر سبيد كيف كيف، ومن الجناب ماكش تلقى بلايص فارغه، بالعكس مازال موجود فيهم دوتر بور يو اس بي 3.1 جينيراسيون 2 وفيها بور جاك كومبايند. بالنسبه للفرونت حاجه جديده هذه عملوها المره هذه مينيماليستك فارغه وسموث على الاخر كيف البامبر تاع الكار. والمره هذه في الجام هذه الحاجه الوحيده اللي باش تشعل هي الكيبورد، مع شمع اللوجو في الاكران كيف ما قلنا اللي يشعل اللوجو. المره هذه عملوه دي فاسون جوستد تغزلو تحسو انجريفد باين ومش باين في نفس الوقت، حاجه سو سموث. الضوء موجود كان اللازم في اللازم، كيفاش؟ في الكيبورد اللي هو من ستيل سيريز اكيد، في الخاصيات اللي نعرفوها الناس الكل اللي هي لايتنينغ مودز، فيه تنجم تحط اللي توش ماكرو لايتنينغ زونز اكيد، فما دي بارتي، وفما الفازه اللي عجبتني اللي هي جديده فما تكنولوجي سيلفر لينينغ برينت اللي هي تكنولوجي اللي تحت الفلسه. الماوس باد وبيان التراكينغ باد حاجه كاسحه على الاخر، حتى كي تستاي كي تحسها روبوست دو كو، معناها صعيب ياسر اذا كان باش تعمل ميس كليك كي سورتو ان جيم تاع واحد يلعب ستيل فتخرج كارتوش على غفله. الاكران هذايا فيها تكنولوجي نتاع مات فينيشينغ سكرين، جينا في كوبر 17.3 بوس فول اتش دي 144 هرتز اي بي اس تكنولوجي ويز ثين بيزلز. الكارت مير فيها زوز بلايص نتاع بي سي اكسبريس 3.0 4.0 كومباتيبل بي سي اي اكسبريس بيان سور، وعندنا البلوتوث 5.1 اللي هو باش يكون كومباتيبل مع الديفايسز الخارجين، سواء مانيتات تاخذ وحده معناها حلوه سواء اون كاس اتسيترا. نزيدو زياده فما التكنولوجي نتاع الماتريكس ديسبلاي، شنو هي؟ اللي هي تنجم ابار ليكرون نتاع اللابتوب بيدو تخرج دو زيكرون اخرين، معناتها اللي توصل تخرج لك ريزولوشن تاع ويكا اللي هي شنية، تخرج اون اكران لولانية اترافير البور اتش دي ام اي والاكران الثاني اترافير البور تيب سي. الجام هذه فيها اكيد موجودة من 30-60 تطلع حتىكش 30-80 انت والموديل اللي تحب تشريه. الكولينج سيستم هذي اكيد لا يخفى على اي بي سي جيمنج اذا نحكيو عليه، في ان ريفورديسمون اسمه كولر بوست 5 من ام اس اي تكنولوجي نتاعهم سماوها هكاك. السي بي يو والجي بي يو باش يبردوا في نفس الوقت بكولر فيه 6 كوبر هيت بايبس، فيه 6 تيوب كنحاس اللي يتسموا كالوداكس يعملوا ديريكت كونتاكت كولينج سيستم وذ تو فانز في زوز مراوح از ان اكزوست، هذوما اللي باش يخرجوا السخانه اللي بعد ما يخدم الخدمه الريفورديسور. السخانه يخرجوا من الشراودز اللي حكينا عليهم الاول اللي هما موجودين على الجناب نتاع الماكينه ومن تالي كيف كيف موجوده. ان كونكلوجن جود جيم ام اس اي بصراحه، برودكت معناها باين ماهوش مزروب هكا نتاع خف لف، برودكت فيه ديزانجينيور حطوا فيه طاقتهم الكل، جود جيم واللي يحب ياخذ فريمون يوصل للجام هذيا ياخذوا عينيه مغمضه. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه جايز. الجام ليوبار من عند ام اس اي جام مزيانه ياسر، وتلقاو دوتر شوا ديسبونيبل هنا في سكوب. دونك كان انت حاجتك باي لابتوب ام اس اي ولا اي ماركه اخرى تنجم تدخل للسيت نتاعنا scoopgaming.com.in. هكا ما بقى لي كان نقول لكم سبسكرايب للشين، عملوا لايك على الفيديو، وكالعاده تنجموا تتابعونا على السوشيال ميديا نتاعنا الكل فيسبوك انستغرام. ما بقى لي كان نقول لكم ستي سيف جايز اند سي يو ان ذا نيكست فيديو.